السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. اتفضل. الله يبارك في عمرك وعملك يا رب. وياكم. فضلت الشيخ، الوالد الله يشفيه ويعافيه عنده إصابة في الكلى، فالدكتور صام بس أول يوم رمضان، والدكتور طلب منه إن هو يفطر علشان الأدوية. فالنتيجة بإن إحنا مش عارفين هل الموضوع يرجى شفاؤه ولا لأ، فكيف التصرف في علشان الصيام في الوقت ده؟ قاعد. الوالد ايوه. كده عنده مصابة، فالدكتور طلب منه إن هو لازم يفطر، فصام بس أول يوم رمضان. فهو دلوقتي المرض بتاع الكلى مش قادرين نحدد هل هو يرجى شفاؤه ولا لا يرجى شفاؤه. خلاص، إذا أحببتم، أولا إذا كان لا يرجى شفاؤه، ما عندنا نص ملزم أنه يطعم شيئا يوما مكانا، إلا أثر أنس بن مالك، لكن شعر رسول الله لا، إلا أثر أنس بن مالك أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، هذا صنيع أنس. وابن عباس يستدل بالآية ولكنها منسوخة عند الجمهور، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ف إن أحببتم أن تطعموا عنه مسكينا كل يوم فعلتم، لكن عندنا في التحريق أنه إذا شفي ألزم بالصيام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله فيك. وإياكم يا فضيلة الشيخ، طب إطعام المسكين لابد يكون في رمضان ولا ممكن بعد رمضان عادي؟ نعم. إطعام المسكين لابد إن هو يكون في وقت رمضان ولا ممكن يعوض بعد رمضان عادي؟ ليس عندنا نص يلزم أن يكون في رمضان، لكنه الأفضل. تمام. شكرا.